تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلالة تيم حديث الأصيلة الإخوان، تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خيرات مولانا تبارك الله، خروف الإخوان ديال الله نوك تبارك الله. سلالة تيم حديث المرقد أزرو. هنا الإخوان نغنمرة مولفة، القسيل مولفة الربيع، وتتبات على البال باش تنشف. هاني تبارك الله راه تتخرج تطرى الزرار تبارك الله، اللهم بارك. هنا الإخوان معروضة للبيع، نواحي أزرو 06 61 28 21. هنا الإخوان غادي نعطيكم معلومة، الناس اللي عندها الغرض تواصل معنا، الناس اللي باغا تشري تتصل بينا، والله يسخر الجميع. نسبة الثمن الإخوان، السلعة تبارك الله واصلة 2100 درهم، 2100 درهم واصلة. الثمن ديال البيع 2300. واللي عنده الغرض الإخوان مرحبا. 72 راس 72 خروف. بالنسبة للحبوب الإخوان تقريبا ما كاينش. اللهم يسر. المهم الإخوان اللي عنده الغرض مرحبا. جملة الله يربح، يعني 50 ولا 40 ما خدامش البلان الإخوان. اللي عنده الغرض مرحبا، يعني كاينة صغيرة وكاينة كبيرة. السلعة راه تقد يعني كسيبة واحدة، ولكن راه مفروقة في الولادة، يعني خروف نعجة، نعجة واحدة وحولي واحد. اللهم يسر تبارك الله ما شاء الله. يعني كما قلنا الإخوان غاس حيداس. راه بداو لي ملانوك في تازوطا. خبارك؟ ايه. ها الله يسخر. المهم الإخوان السلعة تبارك الله هي هذه. اللي عنده الغرض يتواصل معنا، والله يدير الخير. هادو هنا الحوالة ديال المناسبات، كانت ديال نانوك في حولة تبارك الله. نتمنى الإخوان يعجبكم الفلوك، الناس اللي تفرجوا معنا وصلوا معنا الدقيقة ما نساوش يتفاعلوا معنا، الناس اللي تفرجوا فينا أول مرة تابونوا معنا، ومرحبا بكم ومرحبا بالجميع، اللهم يسر.